مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده وكلمه اخيره وصوت الكوره لا يعلو على صوته اي شيء. بقالنا نص ساعه، مضت نصف ساعه، لسه 0-0 في مباراه ذهاب النهائي بين الاهلي والوداد المغربي، نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي ضاغط في اول نصف ساعه، ضيعنا كورتين، كان في احتمالات ضربه جزاء منذ قليل من ضربه ثابته، كان الكلام ان احتمال حد من حائط الصد الودادي يكون مسكها بايده. في دلوقتي فرصه ضربه جزاء تاني للاهلي، والحكم راح يشوف الفار مره اخرى، والاهلي بيحاول طبعا احراز اللقب رقم 11. هيكون عندنا تحليل بعد المباراه مباشره، الكباتن الكبار حماده صدقي نجم النادي الاهلي والمنتخب السابق، وفاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق ايضا. وعندنا قبلها فقره اخرى هنتكلم عن الثقافه الجنسيه، امتى نكلم ولادنا في الثقافه الجنسيه. طيب خلي معانا هشام الرباط. هشام، في دلوقتي فرصه لضربه جزاء تانية، قول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي. مساء الخير استاذ لميس، تحياتي لك وللساده المشاهدين. يعني مرت حوالي 35 دقيقه لحد دلوقتي، وسيطره اهلاويه على مجريات المباراه تماما، وعلى 35 دقيقه الاولى من مباراه الاهلي والوداد المغربي. طبعا الاجواء حماسيه هنا في كل مكان، شايفين كل الناس بتتحرك بتروح على المقاهي، اسر بالكامل، الناس كلها بترتدي تيشيرت النادي الاهلي، اطفال صغيرين ماشيين في الشوارع شايلين علم النادي الاهلي. اهتمام كبير جدا بهذه المباراة من جانب الجمهور. في لقطة دلوقتي المفروض ان الحكم بيشوفها على الفار، ولكن لم يتم احتسابها ركلة جزاء للنادي الاهلي. لقطة اخرى كانت اكثر اثارة، الكرة اللي هي كان فاول للنادي الاهلي والحكم حسبها ضربة جزاء، ولكن بعد رجوعه الى الفار شاف الكرة من زاوية تانية وحسبها ان هي مش ضربة جزاء للنادي الاهلي. شايفين اهتمام كبير جدا من جانب الجمهور هنا في كل مكان بهذه المباراة. النادي الاهلي بيلعب بتشكيلته اللي بيلعب بيها كل مرة، باستثناء مصطفى شوبير اللي بيدخل النهاردة على حساب محمد الشناوي اللي كان مصاب وغير جاهز للمباراة، وكمان علي لطفي اللي هو اقل جاهزية من مصطفى شوبير. طبعا لو اتكلمنا عن المواجهات ما بين النادي الاهلي والوداد، 11 مواجهة ما بين الاهلي والوداد، الاهلي فاز في 4 مباريات، الوداد 3، التعادل كان في 4 مباريات. لحد اللحظه دي الناس كلها يمكن اكتر يعني قبل ما نتكلم على اخطر كورتين يا هشام، الاستحواذ للاهلي 82%، لكن ده يعني برغم ان هو يعني مؤشر ثقه، لكن كلمني هل هو استحواذ بفعاليه ولا لا؟ لان خلي بالك انه مثلا سان داونز قدام الوداد كان سان داونز اكثر استحواذا على الكوره، لكن في النهايه الوداد هو اللي كسب وسان داونز ضيع كذا كوره. فانا يقلقني في الوداد انه يخطف كوره، يخطف جون قدر الله، فهنا والجون باتنين. فكلمني عن الخطوره بقى، الاستحواذ هل في خطوره ولا لا؟ بالفعل يعني دي نقطة مهمة، وهي دي اللي الناس قلقانين منها، حتى اللي بيتفرجوا هنا الكل خايف ان بعد استحواذ الاهلي بالنسبة الكبيرة دي، وكل ما يمر الوقت بيكون في ضغط على لاعبي الاهلي ان هم بيفرطوا في الفوز واحدة بواحدة كل ما بتمر الدقايق، ودي في نفس الوقت بتكون نقطة ضغط على لاعبي الاهلي. الناس كمان قلقانين ان احنا كل ما ندخل للشوط الثاني هيبقى في مشكلة، ان الوقت بيعدي، ان كل ما الوقت بيعدي اللعيبة هيبقى الضغوط عليها اكتر. كمان هم شايفين ان لازم يكون النادي الاهلي خلال الشوط الاول يحرز على الاقل هدف، علشان الشوط الثاني ممكن يبقى هدف ثاني يبقى معانا، يبقى النتيجه 2-0 قبل ما نروح المغرب. هي المؤشر ثقه ان النادي الاهلي مستحوذ بنسبه 82%، ولكن فعلا في تخوف، يمكن فرصه حاليا انقذها مصطفى شوبير للوداد المغربي، وهو ده التخوف اللي قلق النادي الاهلي وقلق كل الجماهير اللي بتتفرج على المباراه. لكن في ثقه كبيره جدا من الجمهور اللي بيتفرج ان في اي لحظه النادي الاهلي يقدر يسجل. صحيح الاستحواذ ما اصفرش غير عن هجمتين فقط، منهم واحده لكهربا كان يقدر يخلص بيها الشوط الاول، ولكن عندهم ثقه كبيره جدا ان الاهلي في اي لحظه يقدر يجيب جول، و
وان ممكن ما بين الشوطين يحصل تغييرات فنيه ممكن ترجح كفه الاهلي، لكن الكل بيجمع هنا على ان لازم نسجل هدف او اتنين خلال هذه المباراه علشان المباراه القادمه اللي هتكون في المغرب وسط جماهير نادي الوداد المغربي. نسجل هدف يا رب، ولا نستقبل اي هدف، ولا نستقبل اي هدف، لان الهدف بتاع الوداد باتنين، فاحنا مش عايزين يجي فينا جون. الاستحواذ ممتاز، الضغط كويس، لكن احنا عايزين ضغط بفعاليه، ضغط بخطوره. مصطفى شوبير برافو عليه، قدر ان هو يصد يعني انفراد، ان هو منفردا يقدر يصد كوره. طيب يعني هتركك يا هشام تتفرج تتابع المباراه مع الجماهير، انا عارفه انت في منطقه السادس من اكتوبر، الجماهير تملا. كلمني طيب عن الجمهور يا هشام. يعني احنا شايفين فئات كبيره جدا من الجمهور، اسر باكملها موجوده هنا في المقاهي، والناس بتتابع باهتمام كبير جدا. شايفين في اطفال، في بنات، في سيدات كبار السن موجودين، في ناس كتير جدا بترتدي تيشيرت النادي الاهلي، في ناس معاها اعلام. الشوارع زحمه جدا من كتر قبل اللقاء بحوالي ساعه، وازدحام كبير جدا من اقبال الناس على القهوه. يمكن الاجواء هنا لا تقل اهميه عن يمكن محيط استاد القاهره اللي فيه حوالي 50,000 متفرج. ناس كتير بتتابع باهتمام، والكل بيتكلم ان المباراه مش بس النهائي النهارده، ولكن هو ده الشوط الاول من المباراه في 90 دقيقه هتكون تانيه موجوده في المغرب. شكرا زميلنا هشام الرباط، اللي هو يعني كمان هشام كروي عظيم، ففاهم كويس قوي كيف يحلل الكرة. شكرا هشام الرباط، ونتمنى فاضل 4 دقائق على انتهاء الشوط الاول، كنا نتمنى ان الاهلي يجيب جون، ولكن لسه في فرصة.